إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع قول المصنف في الحديث الثالث. حدثنا الإسناد المتقدم إليه، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وقد وقفنا عند هذا القدر في اللقاء الماضي. فظل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 6 أشهر يوحى إليه وحي الرؤيا، وحي الرؤيا، تأتيه الرؤيا في المنام فيصبح فيراها مثل فلق الصبح، حتى فجأه الحق. واستمر وحي الرؤيا من ربيع الأول إلى 17 من رمضان، 6 أشهر، حتى جاءه الحق في 17 من رمضان على رأس 40 سنة من ميلاده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. والغط المراد به هنا الضم الشديد، وفي رواية: فغتني بالتاء، يعني فخنقني حتى بلغ مني الجهد، حتى شق علي جدا، ثم أرسلني، تركني بعدما ضمني ضما شديدا، ردني مرة ثانية، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. ناظر لهذا اللقاء الأول من لقاءات الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرك هذه الرسالة التي يحملها له الوحي من أول يوم، وهي أن الأمر جد لا هزل فيه، وأنه مهما كان شرفاً لا حد له فإنه تكليف شديد جداً، وإنه مسؤول عنه أتم المسؤولية، وأنه لا تهاون معه فيه. ولهذا يقول له ربه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
فهي رسالة من أول وهلة أن هذا الأمر في غاية الشدة، وأنه ينبغي أن يعد له عدته. فأول ما التقى به الوحي قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال أنا لا أقرأ أصلا ولست ممن يستطيعون هذا، لم أتعلم القراءة ولا الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم أميا، والأمية في حقه فقط شرف، وفي حق غيره من الناس نقص، والصفات تختلف حسب الموصوف. فمن صفات الكمال عند الرجل أن يكون متزوجا وأن يكون له ولد، لكنها عند الله تعالى نقص، فالله تعالى لا صاحبة له ولا ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليست كل الصفات سواء في حق الناس، بل إن الصفة تكون مدحا بقدر، وفي حال ما تكون ذما في حال آخر. اللين يكون مدحا في وقت ويكون ذما في وقت آخر، على حد قول أبي الطيب المتنبي: أوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أحيانا يكون السيف هو الحل الحزم، وأحيانا يكون اللين واللطف والرقة هي الحل. فإذا وضع هذا موضع ذاك فسد الأمر. بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقع له هذا وذاك، يأتي بعضهم فيسيء إليه فيحلم عليه ويأخذه باللين ويرفق به أتم الرفق، يأتي بعض اليهود ويدخل عليه ويقول له السام عليك يا محمد، السام يعني الموت، فيقول عليكم لا يزيد. وتكون في المجلس عائشة رضي الله عنها فتقول عليكم السام واللعنة والموت وتسبهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما لك؟ لم تقولين هذا؟ قالت: أما تسمع ما يقول؟ أما تسمع ما يقولون؟ ألم تسمع؟ إنهم يقولون السام دون مجرمين خبثة، ما بيقولوا السلام زي الناس، بيقولوا السام. فقال: ألم أقل لهم عليكم؟ من قلت لهم عليكم؟ لو قالوا أصدهم السلام أهل السلام سلام، لو أصدهم السام يشرب عليهم بس. يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمور كلها، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لا اهدى، ما تسخنيش كده أول، أنا عملت المطلوب من غير ما نوجع دماغنا، مش مستاهل. في مرة أخرى يقول: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فيقوم محمد بن مسلمة أخوه من الرضاعة ويقول: أنا له يا رسول الله، ويذهب فيأتيه برأسه يقتله. ففي رفق في مواضع يكون الرفق فيها أنجع، وفي حزم في مواضع لا يأتي فيها بالصواب إلى الحزم. فلو أن شخصا وضع هذا موضع ذاك لكان هذا ذما. لو واحد جاء في وسط المعركة وعمل نفسه رجل طيب وراح قاعد إيه، قال لا مش هموت حد، الناس دي ناس برضو يعني ممكن يكون لهم عذر وكده ومعلش المرة دي، وأي حد يجي له يقول له اضرب 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 يا ابن الغالية وخليه يضربه هو، هذا إيش يسمى؟ هذا جبن، هذا فرار. فلا ما ينفعش فيه الكلام دوت، بل يجب عليه هنا الحزم والقتل والضرب في معركة. الكبر، الكبر قد يباح في مواضع منها في المعارك مع الكفار، التبختر وأن الشخص يفتخر ويرفع رأسه وكذا ويمشي مشية التبختر، هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فالكبر ده والتبختر كده والعنجهية دي الله يبغضها في كل وقت إلا في وقت الجهاد، لما تعملها على الكفار وتتنفخ كده عليهم وترعبهم وتشعرهم أنهم لا شيء كالذر، هذا يحبه الله هنا فقط ويبغضه في بقية المواضع. هذه صفة تحب في مكان تبغض في مكان. فالصفات تتحرك مش ثوابت، مش ثوابت، قد يكون حسنا منها في موضع ما لا يكون حسنا في موضع آخر. فالأمية نقص عند كل الناس، أي شخص لا يتعلم القراءة والكتابة فهو فيه خلل، لأنه لا يستطيع التعلم، لا يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمية عند النبي صفة شرف. ليه؟ لأن إيه الغاية من التعلم عند الناس والقراءة والكتابة والحاجات دي؟ هو إيه الشرف في القراءة والكتابة؟ يعني إن القارئ الكاتب بيعرف يقرأ ويعرف يكتب، فيعرف يتنور يتعلم، يبقى عنده إدراك، عنده مدارك واسعة وعنده فهم
وعنده 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 واطلاع وكذا وكذا. طب إذا كان هذا هنديه لك من غير قراءة الكتاب بلا لازمة؟ ملهاش لازمة، هي وسيلة. قراءة الكتابة دي مش غاية، قراءة الكتابة هذه وسيلة لتحصيل الغاية، تحصيل العلوم وفهم الأمور والكلام ده كله. فإذا حصلت الغاية بغير هذه الوسيلة يصير لهذه الوسيلة قيمة؟ ملهاش قيمة. أنا عايز أروح الآن السعودية، فأنا مضطر أدفع في الطيارة قد كده وأدفع تذكرة الغالية أوي دي. طب واحد راح شايلني كده من دماغي حطتني قدام الكعبة، محتاج التذكرة في حاجة هقطعها، ما تلزمنيش، خلاص الموضوع انتهى، أنا رجعت ورحت. فالقراءة والكتابة دي وسيلة للوصول إلى غاية. إذا حصل المرء الغاية بلا وسيلة محتاجة في إيه؟ مش محتاجة في حاجة. طيب مين اللي يقدر يحصل الغاية دي من غير وسيلة؟ محدش إلا الذي خلق الغاية وخلق الوسيلة. فلذلك الله عز وجل أغنى نبيه عنها، بالتالي أصبحت في حقه ملهاش لازمة خالص، لأنه علمه ما لا يعلمه أصحاب القراءة والكتاب اللي بيقروا بيتعلموا كلام ما يعرفوش يقولوا اللي هو بيقوله ولا يفهموا اللي هو فهمه، ملهاش لازمة بقى خالص. دي كده تبقى بالظبط عامل زي الراجل اللي كان كده ماشي فلقى الكنز فقعد يدور على الإيه، على الخريطة. ما أنت لقيت الكنز خلاص، عايز الخريطة في إيه؟ هو لا، لازم بقى المسلسل يجي كده، لاقي الخريطة يقعد يبحث عن الكنز يوصل للكنز. طب انت لقيت الكنز خلاص، محتاج فيه الخريطة؟ مش محتاجة في حاجة، انت وصلت. وعشان كده الجماعة المغفلين والحمقى والمغفلين اللي بيقول لك احنا وصلنا دول وخلاص وكلام من ده، بيبطلوا صلاة وبطلوا صوم وبطلوا حاجات من دي خالص. يقول لك هذه كلها وسائل ندخل الجنة، دخلنا الجنة خلاص، هنعمل بالحاجات دي ايه؟ كانت وسائل وقد وصلنا، مش محتاجين العلم ولا الكلام ده، احنا خلاص علمنا ووصلنا ولا بلغنا اليقين. لذا ترى جهلتهم لا يتعلمون وينفرون من العلم، يقول لك علم هذا وسيلة، أنا وصلت للغاية بتاعته، أنا بقيت بحضر في الحضرة الإلهية كل يوم، بقعد مع الأنبياء ومع الرسل ليل نهار، قاعد معاهم بنهزر مع بعض، أعمل إيه بالحاجات دي؟ خليها لكم بقى أنتم، إحنا خلاص عدينا المنش يعني. وهذه طبعا من الغفلة والغرور وقلة العقل، نسأل الله السلامة. فالأمية ليست هي نقص عند من لا يعرفها ممن يحتاجها اللي هو احنا يعني، لكن لو ان واحد مش محتاجها جاب اللي هتجيبه، اللي هيجيبه العلم جابه، والقرايه اللي هتجيبه القرايه جابه خلاص، وجاب اخره كمان، وعلمه الله ما لم يعلمه احدا من عباده، ملهاش لازم خالص. ثم اذا عظمت الفائده بتركها بكونها صارت دليلا على الاعجاز، ان هو كده انت هو عارفينه معاك 40 سنه، عمره ما كتب بيضاء في سوداء، عمره ما كتب سوداء في بيضاء، لا عمره مسك قلم في حياته ولا خط كلمة أصلا ولا يعرف يقرأ أي كتاب. فده يدل على أن ما سيقوله من العلم المحكم مش من عنده، مش خلفياته دي ومراجعاته ومطالعاته وثقافته، لا دي جاية له من فوق، لأن ده علم محكم أو ما يجيش غير من الكتب، هو ما يعرفش يقرأ كتب يبقى جايبه منين؟ ده لسه احنا الى الان وسنظل الى يوم القيامه نكتشف اسرار كلامه صلوات الله وسلامه عليه وما انزله الله عليه. العلم كل يوم يتقدم يظهر على شيء، النبي الذي لم يقرا ولم يكتب الامي الذي علم الدنيا سبق العلم الحديث بعشرات الالوف من السنين. احنا لسه بس في اول هذا القرن عارفين نمو اطوار الجنين وان هو بيبقى شكله عامل ازاي ومش وايه اللي بيطلع الاول وبيطلع الثاني وايه والحاجات دي، وهذا ذكره الله في القران الذي انزله على محمد النبي الامي منذ 1400 عام. وقال الصادق المصدوق كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال حد اخبرني الصادق المصدوق، الكلمه دي لها معنى كبير جدا، هو صادق في نفسه ما بيكذبش، وهو كمان ما بيجيبش من عند نفسه، ده اللي قايل له الكلام دوت ما بيكذبش عليه. يعني الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا اللي هو خلق ويعلم ما خلق، هو اللي قايل له، والنبي ده ما بيكذبش بينقل ما بلغه. قال اخبرني الصادق المصدوق، لان الكلام ده ساعتها ما كانش يخش دماغ حد. قال ان احدكم يبلغ خلق يجمع خلق خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك ثم يرسل اليه ملك فيؤمر بنفخ الروح فيه وكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. العلم لسه عارف القصة دي دلوقتي، لسه فاهمين بس كده من كام سنة ولا بتاع لما عملوا السونار والحاجات دي، إن فعلا بعد 40 يوم
ويحصل الحاجات دي، وقبل كده ما يعرفوش طبعا ولا يقدروا يعرفوا، يعرفوا منين؟ لهذا جنين مستتر لا يراه أحد. عدد العظام في جسد الإنسان 360 عظمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها من زمان دي خالص، نبه عليها منذ 1400 عام، ولسه الطب الحديث وعلم التشريح والبتاع لسه عارفين يعدوها قريب يعني، وما يعرفوش يزودوا عليهم عظمة واحدة ولا عظمة تزيد، خلاص الموضوع انتهى. ده الذي خلق هو الذي أخبر، اللي عامله هو اللي بيقول كده، هتجيب انت منين تاني؟ قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. كان البعض بيستغرب ليه مواقع النجوم يعني؟ طب ليه ما يقولش أقسم بالنجوم؟ النجوم هذه هي هي المعجزة، وهي الحاجة العظيمة التي في السماء، حتى يثبت في علم الفلك الحديث منذ سنوات يسيرة جدا أن هذه النجوم التي في السماء ليست هي النجوم، دي مش نجوم ولا حاجة، ده هذه نجوم احترقت منذ ملايين السنين وهذه مواضعها، ولسه بس باقي مكان احتراقها مضيئا، موضع الحريقة يعني بس، لكن هذه النجوم انفجرت منذ ملايين السنين، وما ترونه الآن مضيئا إنما هو موقع النجم ليس هو النجم. فتقولي بقى للكلام دوت ماذا تقول لكتاب ذكر هذا منذ 1400 عام قبل أن يعرف العلماء أصلا أن في السماء نجوما أو يشوفوها من كلام من دخلص. يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تفهموا تعرفوا هذا الكلام معناه تقيل قوي، وإحنا بقى نفهمه. فهمناها إمتى دي؟ بعد 1400 سنة فهمنا يعني إيه هذا القسم عظيم، وأن مواقع النجوم دي حاجة معجزة، ما فيش حد يقدر يقول الكلام دوت غير اللي خلقه بس، ويجي العلم بعد آلاف السنين يثبت ما قاله الخالق لا يزيد ولا ينقص. فهو محتاج في إيه يقرأ ويكتب؟ محتاج في إيه الكلام دوت؟ بلغ هذا، ده هو عدى اللي بيقرأ ويكتبه خالص، وكلهم صاروا متطفلين على موائده صلوات الله وسلامه على جميع تخصصاتهم. فإذا لا يقاس أحد عليه، هو حد يقول أنا فلان ده أمي زي النبي، لا يا حبيبي، أمي ده زي نفسه وزي الجهلاء أمثاله، لكن مش زي النبي. النبي الأمية عنده معجزة وشرف، وعند غيره نقص ينبغي أن يصلح. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فلم يقل له خلاص، لما تعرفش تقرأ ما فيش مشكلة، سلام عليكم، مش مستعدين، لا. قال: فأخذه فغطى. قال: فأخذني فغطني، عصرني عصرا شديدا حتى بلغ مني الجهد، لا تتعب كدت أهلك. ثم أرسلني فقال: اقرأ. اقرأ بقى، أنا كده استفدت إيه؟ أنا كده ما تعلمش القراية في الحتة دي يعني. فقال له: ما أنا بقارئ، ما بعرفش أقرأ. برضو لم يقنع منه بهذا. قال: فأخذني فغطني الثانية وأرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال له: حنقريك انت بس استعد، واحنا نخلص لك القصة دي كلها، مش محتاجة الوسيلة اللي عندك دي، لا لا لا، مش محتاجين تبقى انت بتعرف تقرأ، انت بس استعد للقراءة. ولهذا بعض العلماء بيقولوا ان ما في الثلاث مواضع على غيري هي متكررة، مش معنى واحد، ده مش تأكيد وتكرار، ده كل واحدة لها معنى. لما قال له أول مرة اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وكانت ما هنا نفيا، نفي، بيقول له أنا ما بعرفش أقرأ، فيخبره عن واقعه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال له أنا ما بعرفش أقرأ كان متوقع هو يقول له خلاص لما تعرف تعالى، وهيسيبه يمشي. فلم يقنع، ما عجبوش الكلام دوت ولم يقنع به، وبرضه عمل في نفس العملة، أخذه وغطى. فالنبي كأنه لما أخبره بواقعه ولم يستجب له قال الثانية امتناعا، قال له: ما أنا بقارئ، مش قاري بقى، ما قلت لك ما بعرفش أقرأ، تقول لي أقرأ إيه، مش قاري. فكانت امتناعا، قال بقى لما يمتنع هيسيبه، فما نفعش برضه الكلام ده خالص. فأخذه فغطى، قال: طب ما هاوده وأقول له طب أقرأ إيه، مش بعيد أعرف أقرأ في الآخر ولا حاجة، بدل ما هو مصر كده يبقى هو عنده حاجة ما عرفهاش. قال: طب ما أنا بقارئ. فكانت الثالثة استفهاما، بيستفهم، طب خلاص يا عم انا لا بعرف اقرا ولا هعرف اقرا، طب اريحك اقرا ايه؟ قال له: ايوه هي دي، انا عايز منك دي، عايز تبقى مستعد بس، مالكش علاقة تقرا ايه وتعمل ايه. فلما قال له: ما انا بقارئ استفهاما، طب اقرا ايه دي؟ قال: اقرا باسم ربك الذي خلق. ايوه، قال له دي اللي احنا عايزينها،
اقرأ باسم ربك الذي خلق، لن تقرأ بقدرتك ولن تقرأ بعلمك أنت السابق، إنما ستقرأ بتعليم الله لك باسم الله الذي خلق، يقدر على أن يعلمك القراءة من غير معلم، من غير سابق معرفة، لأن هذه أصعب، مع أنه لا شيء صعب على الله عز وجل، لكن بالنسبة للناس وأحوالهم دي أصعب من دي، إن هو يخلقك أصلاً في نظرك أنت وأنا أصعب من هو يعلمك القراية. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من هذا الدم المتجمد اليسير جدا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لن يعجز عن أن يعلمك ما يريد، بس أنت خليك مستعد. بس فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرتعش، مرعوب، مذعور. ده أول لقاء حصل فيه المعارك، الكلام دوت ما كانش قبل كده فيه كلام ولا حاجة، ولا كانوا بيتلطفوا، ده هو من أول مرة كده دخلنا في الشد والعصر والضغط، والرواية الأخرى فغتني كان بياخده كده يخنقه من رقبته، الله الموضوع كبير. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فؤاده يهتز يكاد ينخلع من مكانه، ولو أن غيره لمات، لو أن شخصا غير النبي وقع له هذا لما تحمل، ولكنه كان معدا، ده كان عنده إعداد طويل، الخلوة عملت عد لهذا والرؤية الصالحة، وكان يرى في منامه جبريل، حتى إنه في بعض الروايات يقول هذا الذي كان كنت أراه في المنام جاءني عيانا. بيقول للسيدة لما راح للسيدة خديجة قال لها عارفك بقول لك عليه اللي كان بيجي وانا نايمة، هو ده طلع لي النهارده بقى في الحقيقة. فده اللي كان مصبره شوية، لكن لو أن غيره ناس جاءه هكذا فجأة كان راح فيها ومات. قال فرجع بها يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وقال فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجه، فقال زملوني زملوني، الحق بسرعة دفوني بأي حاجة، إنه كان بيترعش وكان يخاف، فأراد أن يسكن أمره، فقال زملوني زملوني، فزملوه لموا ووضعوه في الثياب، ووضع عليه الثياب حتى هدأ روعه وذهب عنه الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لها اللي حصل، لقد خشيت على نفسي، أنا خفت على نفسي، خشية من إيه؟ ذكر العلماء فيها نحو 12 قول في الخشية دي، كان خايف من إيه يعني؟ أشهرها وأولاها بالقبول أحد ثلاثة، لقد خشيت على نفس الموت، أنا كنت خايف أموت النهاردة، كنت أموت النهاردة، أو لقد خشيت المرض، كان يحصل لي حاجة النهاردة، أو لقد خشيت الشدة، وهذا هو الأرجح، أولاها بالقبول من الثلاثة أنه خشي الشدة، الأمر شديد، الموضوع كبير، وقد خشي من شدته. فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية ما يحزنك الله أبدا، يخزيك من الخزي ويحزنك من الحزن، يعني أنت لست بالرجل الذي يخزى ويكون عاقبة أمره إلى خزي وعار، لا تفضح أبدا ولا تحزن أبدا. ثم ذكرت له مجامع مكارم الأخلاق التي هي فيه تدليلا له من واقع أمره على أن من يتصف بهذه الخصال لا يمكن أن يخزى، إذا كان اللي كده يخزى مال الناس المجرمين دول يروحوا فين؟ تعمل فيهم إيه؟ فأنت لست بالذي يستحق هذا تطمينا له وتعظيما لأمره، وهذا منها في مقام التثبيت. ولذلك كان لخديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم مقام لا يستوي معه مقام رضي الله عنها، بل كان لها عند الله مقام عال، حتى بعث الله جبريل يقرئها السلام منه، فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة إن جبريل أتاني يقرئك السلام من ربك، ربنا بيسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت في الجنة لا فيه صخب، كما وفرت لهم ذلك البيت الهانئ والهدوء التام، ووقفت معه هذه الوقفة العظيمة بكل ما تملكين،
فإن لك نظير ذلك ما يجزيك الله به، فيرسل إليها الله تعالى السلام، سلام خصوصي مع أمين الوحي لهذه المرأة، لأنها كان لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دور عظيم، وقفت معه من أول لحظة، لم تشك فيه ولم تشكك في نفسه ولم تظاهر عليه ولم تهون من أمره، تقول له يا أخي يعني بعدين بقى القصة دي بقى نفيه ولا في إيه، والموضوع ده بقى يعني أكبر دماغك والحاجات دي كما يفعل بعض النساء اليوم، أنت هتعيش الدور بقى تقول لي بقى جهاد ومش عارف إيه وعلم، يا راجل دماغك هناكل بقى، هناكل العيش بالعلم ده ولا إيه؟ هناكل إيه بالكتب اللي عندك دي؟ وعيد طول النهار في الدروس وتلف مع المشايخ دماغك يا حاج، شوف شوف وراك إيه، الله يخليك، العيال عايزين والبيت عايز ومش عارف إيه وبتاع إيه والدنيا تقلب تضرب. لا مش من الصنف ده خالص، ده الصنف الذي يهدم أي أمة، ده صنف يهدم أي أمة، ثم لما يقعد جنبها يعمل لها إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، مش يعمل لها حاجة لما يقعد معاها ولا حاجة الراجل يعني. لكن هذه امرأة تدرك ما هنالك، ترى ما وراء الأكمة، شايف الطريق واضح أوي، فتقف معه من أول لحظة، والآذى يقول ما وقف ما أحد يعني يقف معه مثل هذه الوقفة. واسته بمالها يوم أن حرمه الناس، أقرب الأقربين كانوا ضد عمه أبو لهب لعنه الله، أول ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال يا معشر قريش يا آل فلان يا بني فلان وجمعهم حوله، قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي تصدقوني؟ قالوا نعم بلى، ما جربنا عليك كذبا قط، عمرك ما كذبت علينا، ما صدقكش ليه؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شيء، أنا رسول الله إليكم. فكلهم قعدوا فكروا إلا عمه أبو لهب، قال تبا لك يا محمد سائر اليوم، إيه ده؟ قال لي هذا جمعتنا؟ احنا فاضيين الكلام ده ولا إيه؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ نذير إيه وبتاع إيه؟ وكان يدور حوله وهو يعرض نفسه على القبائل، طب خلاص انت مش هتتنيل تعمل، اسكت، لا، يدور خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل ويقول لا تصدقوه انا عمه انه كذوب، ده كذاب بيضحك عليك واسالوني انا اللي مربيه، يدور حوله على القبائل، ولهذا لم يمهله الله فكتب له النار وهو يمشي على الارض، وهو لسه ماشي على الارض عاقبه الله عيانا بيانا، قال تبت يدا أبي لهب وتب، بقى تيجي منك أنت؟ طب خلي اللي يقول كده أبو جهل، نقول مجرم أما غريب عنه ضده وبيحسده وبيحقد عليه، تيجي منك أنت؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فكتب الله له النار وهو لا يزال في أول الدين، وأمهله بعدها سنين، قعد 13 سنة والقرآن يتلى أنه سيدخل النار، وما قدرش يروح كده ولا كده، ما قدرش يسلم ولا يقدر، خلاص الموضوع انتهى، ما تجيش منك، ده المفروض تبقى أنت أول واحد يقف معاه، فلما دول يعملوا كده معاه تقف معه خديجة رضي الله تعالى عنها، تبسط له كل أمرها، هي نفسها له ومالها له وتدعمه تمام الدعم في كل حاله، ولذلك تستحق ان يبعث الله لها جبريل مخصوص يقول له اقرئ خديجه مني السلام، سلم عليه وقل لها ينتظرك بيت من قصب في الجنه لا صخب فيه ولا نصب، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، فتقول له كلا والله، تخاف من ايه؟ ما تخافش خالص، انت تخاف من ايه؟ والله ما يخزيك الله ابدا ابدا، شوف الثقه واثقه قوي، انت مش ممكن يحصل لك حاجه، مستحيل، ايه القلب الثابت ده؟ ثم تذكر له مكارم الاخلاق التي هي جماع الاخلاق كلها، فان الاحسان اما ان يكون الى القريب او البعيد، واما يكون بالنفس او بالمال، واما ان يكون هذا الاحسان قولا او عملا، فتقول له انك لتصل الرحم، تدي القرايب حقهم، وصول لرحمك لا تقطع أحدا، وتحمل الكل، الكل هو الذي لا يعتمد على نفسه، الإنسان اللي هو العالة اللي مش قادر يعمل حاجة، ضعيف جدا ده اللي مش عنده حاجة وما يقدرش، فأنت شايله
فبس تصرف على ناس وبتعمل لناس حاجات وواقف معاده ومعاده ومعاده، هذا ده الغريب، ده شخص غريب من ما ينتظرش منه مصلحه، ده يعمل لك ايه الكل دوت؟ ما يعملكش حاجه. فانت لا تخدمه الا لله قطعا، مش عايز منه حاجه، ده انت خالص. ايه اللي خلي واحد ميسور الحال يروح يدور على بيوت الفقراء ويقضي لهم حوائجهم ولا احد يعرفه ولا هو يعرف منهم احدا الا الله؟ اللي غوف اشخرها يروح جايب هنا كده عامل خيمه قدام المسجد وكاتب عليها عم الحاج فلان يهنئ المسلمين بشهر رمضان ويدعوهم لتناول الافطار يوميا في ميله الرحمن بتاعت عم الحاج فلان، هذا نشك بقى فيه، نقول يعني انت في يا عم تروح تزحل بيته خلاص، او عنا ما تسمك فيها لازم عم الحاج فلان دي هديه تضيع لك كل حاجه في الغالب، او يكتب لك اعمل لي المسجد وسميه باسمي والوصيه باسمي انا، خد بالك. فايه اللي يرغي ده؟ ممكن يكون عايز ثناء، ممكن يكون خالص مخلص بس مش واخد باله، ده برضه وارد يعني ما نقدرش نجزم. لكن اللي هو يروح ده يلف على البيوت في الضلمه ويروح يدي الناس الحاجات في البيوت ولا احد يعرف من هو ولا هو عارف من دولي، ده محتاج ايه منهم؟ لا ده ديت لله عز وجل في الغالب، انه لا تعلم ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولا يعرفه الذي يحسن اليه. فهذا يحمل الكل، يتحملوا بالناس اللي هم مش قادرين يعملوا حاجه، مش منتظر من وراهم مصلحه ولا بتاع، وتكسب المعدوم، المعدوم اللي هو مش لاقي اللي مش لاقي تعطيه كثيرا وتجعله رابحا، وتقري الضيف، لما يجي لك ضيف تقوم بحقه تضيفه. ودي كلها صفات كان العرب يتمدحون بها ويبالغون فيها، حتى ان بعضهم كان يبلغ بهذا الحد والمدى، ودي من صفات العرب التي اقرهم عليها الاسلام وامتدحهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. الناس معادن اللي كان اصلا ابن ناس ومحترم ايام الجاهليه لما يدخل الاسلام هتلاقيه برضه ابن ناس ومحترم وراجل، واللي كان صعلوك في الجاهليه برضه هيبقى في الاسلام صعلوك، هيجيب منين؟ دي طبيعه، دي سجايا خصال. فالعرب يتمدحون بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع خير خصالهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. كل اللي بيذكروه في الناس دي كلها مركوز كله في النبي صلى الله عليه وسلم. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق او الدهر، لما حد يقع له مصيبه تبقى انت اول واحد واقف وراه، محتاج ايه؟ ناقص لك ايه؟ طب اعمل لك ايه؟ طب ازاي نطلع من الورطه دي؟ يعني شايل هم الناس اللي حواليك كلهم، المجتمع كله في 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 عينك. وهذه صفه الرجل الامه، الرجل اللي عايز يبقى امه يبقى كباره لازم يعمل الحاجات دي، ما ينفعش يبقى كباره من غير الحاجات دي خالص، ما ينفعش يبقى كباره بالانتخابات وينزل بس عشان يمثل على الناس، يقول لك خير من يمثلكم في مجلس الشعب، هو خير من يمثل عليهم ويلعب بيهم يضحك عليهم ويجي بس ايه يقول لهم في الاخر ما يشوفوش الا في الانتخابات اللي بعديها. فاللي عايز يبقى كباره بالحاجات دي، على حد قول ابي الطيب المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ولولا المشقة وإن المعالي تكلفتها عالية أوي غالية جدا مش ببلاش يعني، كان بقى كل الناس أسياد وكان بقى كل الناس كرماء وفضلاء ووجهاء ونبلاء والكلام دوت. لكن للأسف لا، ده مش كده خالص، الحاجات دي لها ثمن غالي جدا، الجود يفقر. اللي عايز يبقى جواد بجد هيتخرب بيته، يستعد لخراب البيوت، سيبقيه الجود فقيرا، يستحمل بس هيكسب المحمدة، هيظل يذكر طول الدهر أنه جواد. حاتم الطائي اللي هو يضرب به المثل في الجود عند العرب والسماحة، بلغ به الجود حتى فني ماله، باع الحديدة خلاص، وكان من أغنى الناس. وحتى جاءه مرة ضيفان فلم يجد إلا ولده فقام ليذبحه، أم يذبحوا لهم، فعلم الضيفان بهذا فجروا عليه واستنقذوه منه، خدوهم تحت إيده، قال ويلك لا طعمنا، إن شاء الله ما طفحنا يا أخي، هو في إيه؟ قال ما ينفع تأتوني ولا تطعمون، أما يجي غيره نخلف عيل غيره إن شاء الله، بس ما ينفعش يجي ضيف ويرجع كده للدرجات دي. للدرجات الراجل ده كان يقول للعبد بتاعه قبل ما يخلصهم كلهم، العبيد كلها يبيعهم ويجيب مكانهم بقر ويذبحوا للناس يعني،
كان يقول للعبد يجي كده في عز الليلة الشاتية، الليلة اللي هي بقى البرد فيها برد قر، تقعد كده تكتك طول الليل، والريح ريح صر، يعني الريح ايه عمال تصفر، حاجة ترعب، تختلع الخيام. فيقول للعبد بتاعه أوقد، اطلع بسرعة، اطلع بره كده على فوق على رأس أطول جبل وولع. يقول له أوقد، فإن الريح ريح صر، والبرد يا غلام برد قر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. قال لو جابت بقى واحد ضيف لله يا معلم تبقى أنت حر. شكر الله حاتم سخنا. فيقول له أوقد، فإن الريح ريح صر، والبرد يا غلام برد قر، عسى يرى نارك من يمر. لو حد شاف النار انت مولعها دي وجه وتعشى عندنا الليله دي وبات عندنا الليله دي، يا حظك يا باشا، ان جلبت ضيفا فانت حر، تبقى حر. ايه ده؟ اي شيء هذا؟ ومش عايز يبقى اسمح العرب ويضرب به المثل في الجود بعد كده، ويقال اقدام عمرو في سماحه حاتم، حاتم اهو لازم تحط كده جمله مفيده في اي ذكر عن الكرم او الجود، حد يعمل كده؟ ده هو سلط على فناء ماله لغايه ما اولاده جم، ففجاه كده هو او ابن جدعان احدهما، فحبوا يحجروا عليه، هتخرب بيت القبيله، ما هو كل ما يفتخر يروح يجيب من خاله ومن عمه والناس تقف معاها في وشهم، فقالوا الراجل ده يخرب بيوتنا فاحجروا عليه، واخد بالك؟ فجاء مره واحد عنده ومش عارف يعمل له حاجه، فقال له بص اول ما تيجي قرب مني هخبطك كده خبطه في كتفك ولا حاجه، وانت اقف كده وقول اريد حقي من فلان، فساعتها نامر لك بمئة الف، نديك مئة الف اقل حاجه، مش عارف اعمل لك ايه. ففعل، فاعطوه مئة الف، ملوش حل، ده ما يقدرش ياخد بالك. وسيد كل هؤلاء وفاقهم في كل هذا رسول الله، فهو الحري بقول القائل هو البحر، من اي النواحي اتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، يتق الله، ده هو لو ما فيش معاه غير روحه على ايده هيديها لك، ما تقولوش حد حاجه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقول لا قط ابدا، عمره ما قال لا ابدا، ما سئل شيئا قط عظيما كان او حقيرا الا اعطاه، مفيش حاجه توقف معاه خالص. جاءته بردة هي من أجمل ما جيء إليه ولم يكن له غيرها، يلبسها للوفود يعني، فوضعها على كتفيه، فرآها أحد الصحابة فقال أعطينيها يا رسول الله، حد يا رسول الله عايزها، فخلعها ولم يراجع، قال له خذ. فقالوا له ويلك، ده أنت كده إيه دوت، مش كده يا أخي، ما أنت عارف أنه لا يعط لا يسأل شيئا قط فيمنعه، بقى جاي له حلة جلبية جديدة وما عندوش أصلا جلاليب جديدة يلقى بها الوفود، وتطلع عليه كده حلوة وزي الفل وهو فيها زي القمر، وتقول له حتى يعني مش كده يا راجل، مش للدرجة دي. قال أردت أن تكون كفني، أنا مش واخدها عشان خاطر أنا عجباني أو لا 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 لا، أردت أن آخذ شيئا مس جسده الشريف فيكون كفني، فكان كما قال وكفن فيها رضي الله عنه ورحمه. ما كانش بيقول لحد لا خالص، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي عطاء لا يعطيه إلا نبي. لما أسلم صفوان بن المعطل، ولما أسلم ده غير صفوان، أحد الناس وكان من أعدى الناس له صلى الله عليه وسلم، فجاء ووقف وقد جاءته غنائم هوازن، فرأى إبلا كثيرة، وكان يعجبه الإبل، كان يعجبه الإبل، بيحبها أوي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يديم النظر إليها، وكان لسه داخل الإسلام قريبا، وكان قبل هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، كان يقول ما وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجه محمد، بكرهه، قتل أبائي وأهلي في بدر وفي غيرها، كان بكرهه جدا، يقول ما وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجه محمد، ما تقدرش تبص في وشه، ما بيشوفش، ما كانش بيشوف.
قال فلما جاء طبعا بقى فتحت مكة والأرض ضغط عليه وما عرفش يروح فين ويجي منين، فرجع بقى يسلم نفسه، مفيش حل، ما لقاش مكان غير النبي برضه، رجع له فوقف كده جنبه. فالناس رآه ينظر إلى الغنائم، عجباء أو الإبل، الإبل ديت حاجة كانت تأخذ بالألباب، زي النهاردة كده الجماعة المغرمين أو بالعربيات، تلاقي في ناس كده مغرمين أو بالسيارات الحديثة وقاعد يعني عمال تقول اتفرج على صور العربيات وكلام من ده وجيب أحرس الأشكال وشوف الحاجات اللي ما بتجيش عندنا والكلام دوت ومبهور، خد بالك. فده برضو كان الإبل عندهم كده بتجننهم أحيانا يعني. فقال يعجبك كل ما ترى، عجبك الحاجات دي؟ قال بلى، من لا يعجبه هذا، ومن من العرب يشوف الحاجات دي ما تعجبوش؟ قال استقها، خدها وامشي. قال يا محمد أو غير ذلك، قول كلام أنا ما هصدق الحاجات دي ما فيهاش هزار. قال له استقها، خدها يا عم وامشي من هنا، يلا روح بيها يلا. قال يا محمد أو غير ذلك، يا عم قول كلام تاني، الحاجات دي ما فيهاش هزار، أنا ما هصدق، خدها كلها وامشي. قال استقها، خدها يا عم وامشي. فأخذها، قال فدخلت عليه وهو أبغض خلق الله إلي، فما زال يعطيني ويعطيني 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 حتى خرجت من عنده وليس على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال والذي نفس بيده إنه لقد أعطاني عطاء لا يعطيه إلا نبي. ما فيش حد طبيعي يعمل اللي بيعمله الرجل داود، هذا فعل الأنبياء فقط. فهي بتقول له أنت خايف من إيه؟ لذلك ما يخافش، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتعالى برضو أأكد لك أكثر من الكلام ده، تعالى معاي. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، ابن عم خديجة، ما خديجة بنت خويلد ابن أسد، ورقة ابن نوفل ابن أسد، ولاد عم، ولاد عم نوفل ده وخويلد إخوات، نوفل أبو ورقة وخويلد أبو خديجة إخوات أشقاء، فخديجة وورقة ولاد عم. فانطلقت به حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان هذا الرجل من الباحثين عن الحق، مش عاجبه اللي بيحصل في مكة ده، ايه ده، ايه القصة دي، ايه اللي بيعبدوا الأصنام دول بالليل وبالصبحية يأكلوها، واحد عامل صنم من عجوة، واحد عامله مثلا من مش عارف من ايه، واحد عامله من ايه، ولما يجوع يقرقش دماغه، رب ايه اللي بتاكل بالليل دوت، الله يعني خد بالك. فكان مش داخل دماغه، ثم دي اصنام احجار، ده احنا عاملينها بايدينا، انا اصنعه بالنهار وبكره اخاف منه واعمل له حساب واروح اقدم له الفلوس والحاجات، اي ما لكم، مفيش عقول خالص كده. فالراجل كان عاقلا، ما كانش داخل دماغه خالص، وكان بيلف عايز يفهم بس، يا جماعه ما ده مش صح، فين بقى الصح. المهم وقف به الحان وتنصر، وكان قد لقي قوما على دين عيسى قبل التحريف، الدين اللي هو السليم، النصرانية الحقيقية مش المحرفة، خد بالك، بقايا ممن على دين عيسى عليه السلام. فتنصر، وكان يكتب الكتاب العبراني، كان يعرف في التوراة وفي الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، كان في آخر سنه بقى خلاص. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. وطبعا هو ورقة ابن عم خديجة، لكن هو في مقام عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدة خديجة تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 15 عاما على قول، فقيل تزوجها وهو ابن 25 سنة وهي بنت 40، وكانت سيدة قومها، النساء اللي هم أصحاب المقام، امرأة 100,000 رجل، وكانت زينة نساء الدنيا يومئذ رضي الله عنها ورحمها، هي أمنا رضي الله عنها ورحمها. فكان بينهما فرق كبير في السن، كانت قبله عند رجلين، ثم تزوجها صلى الله عليه، خطبته صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول نسائه، ولم يجمع عليها غيرها، ولم يكن أحد في حياتها أحب إليه منها، وده مش ببلاش، ده بما صنعته خديجة. وكان يقول إنها امرأة رزقت حبها، ده رزق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت هالة
بنت خويلد بعد موت خديجة يهش ويبش ويقول إنها تشبه خديجة، بفكرني بصوت خديجة رضي الله عنها، وكان يحب فاطمة لأنها تذكره مع حبه لها لأنها ابنة أبيها وأم أبيها، لكنها كانت تذكره بأمها خديجة، ولم يرزق الولد إلا منها، وكان إذا ذكر وكان يبعث بعد موتها إذا ذبح شيئا يبعث إلى صويحباتها، لما ذبح خروف بتاع يبعث حتة لأصحاب خديجة إكراما لخديجة بعد موتها. ولم تكن عائشة تغار من أحد، وهي لم ترها أصلا إلا من خديجة، كانت موضوعك صعب جدا، تقول له ما تذكر كل ما تعمل حاجة تقول لها خديجة خديجة، تقول ما أراك تكثر من ذكر خديجة، كأن ليس في الدنيا امرأة سواها، ما فيش غيرها في النسوان، ما تذكر من امرأة شمط من امرأة كبيرة السن، تقول له يعني عجوز حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر الأول ماتت من زمان، ايه الموضوع خديجة خديجة، ما فيش عندها غير خديجة يعني ولا ايه؟ غيرة، ده كله غيرة، المرأة إذا غارت تخرج من عقلية تقول كلام ما يتقالش، وكان خديجة فوق هذا بكثير، بس الإنسان لما بيغار بيجيب أسوأ ما في الذي يغار منه، بيركز على أوحش حتة مثلا، قد تكون مش كده ولا حاجة، بس عايزة يعني تقول له ما إيه اللي عاجبك فيها دي؟ وإيش جاب لي جاب وأنا فين وهي فين والقصة والحكاية؟ فالإنسان يقول لها إنها امرأة رزقت حبها ولم يبدلني الله خيرا منها، تقول له كده ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر الأول أبدلك الله خيرا منها، بعد لك واحدة أحسن منها هو بكتير، فيقول لها لا والله ما أبدلني الله منها خيرا، ما فيش حد غير أحسن منها، وقد رزقت منها الولد ولم يرزقني من غيرها، واستني بمالها إذ حرمان الناس. الإنسان كان لا ينسى خديجة أبدا صلوات الله وسلامه عليه، ولها وتستحق، بشوف مع فارق السن لكن استطاعت أن تبني لها مقاما في قلبه لم يبنه أحد آخر، لا كبير ولا صغير من النساء، وده توفيق الله عز وجل، ولم ينزل عليه الوحي في لك، وكان الوحي ينزل عليه في لحافها أيضا رضي الله عنها، وفضائلها جمة كثيرة تحتاج أن تفرد في جلسات رضي الله عنها، والعلماء خلاف في أيهم أفضل، خديجة أم عائشة أم فاطمة، في خلاف في الحتة دي، أيهم الأفضل خديجة أم عائشة أم فاطمة، خلاف يطول يعني. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، بالنسبة لورقة زي أولاد أخي صغير السن، ورقة ساعتها ابن حاجة ابن 60 سنة ولا حاجة، ها وخديجة كذلك في هذا التوقيت كانت حاجة عندها حاجة 57-60 سنة في السن دوت يعني، والنبي ابن 40 عاما، فبتقول لي ورقة اللي كان بلغ بقى فوق 70 يومئذ أو 60، قالت له اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ قل لي بقى بتشوف إيه؟ إيه بقى اللي بيحصل لك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال له اللي حصل بالضبط. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، قال له الله أكبر، داء من الوحي الذي بعثه الله لموسى هو اللي بيجي لك دوت، والناموس هو حامل سر الخير وهو عكس الجاسوس، الجاسوس هو حامل سر الشر، يبقى دايما في مشكلة معتين جواسيس يبقى في مشكلة وشر وكلام من ده وخناقات، لكن الناموس حامل سر الخير هو أمين الوحي يعني. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا سلام يا ليتني فيها جزعا، يا انت جاي دلوقتي وانا خلاص اهو رجلي والقبر، ليتني كنت صغير السن في ذلك اليوم، بقى انت جاي تطلع وياتيك الوحي وانا في اخر مرحله في اخر ايام عمري، كان نفسي ابقى صغير كده ورور كده وانت نبي عشان اعرف انصرك كويس، يا ليتني فيها جزعا، الجزع اللي هو الصغير يعني، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، قال له يا رب ادني عايش لغاية ما قومك طلعوك من مكة. فذهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهت ايه الكلام دوت، فقال او مخرجيهم، الله هو انا هسيب مكة هأطرد من مكة؟ طب ليه؟ ده حبايبي
ده احنا حبايب، ده انا الصادق الامين وبيحبوني وكل حاجه بعملها لهم واي حاجه بيقولي، وانا اللي عملت الكعبه ليهم والحجر الاسود، مفيش بيني وبينهم اي مشاكل، ده انا عندهم احسن واحد فيهم وكلهم مجمعون على هذا. ليه طلعوني بقى من مكه ان شاء الله؟ تقول يا عم الحاج، قال او مخرجيه هم، هيطلعوني ليه؟ فقال نعم. لا هتطلع منها ان شاء الله. وقال له بقى القاعده الذهبيه، قاعده الاصلاح اللي لازم يعرفها كل مصلح، وهي علامه الاصلاح. قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي. قال له ما فيش حد على مدار التاريخ ولا لغاية يوم القيامة سيأتي بمثل ما جئت به من الخير والإصلاح والهدى والنور إلا عودي، إلا وسيعاديه الناس لهم أنصار الباطل. ليه؟ لأن الحق لا يخدم مصالحهم الآنية. دي ناس بنت ممالكها على الظلم وعلى استغلال الآخرين وعلى أنهم فوق الناس وعلى أن الناس هؤلاء هدر لا قيمة لهم، فبنوا أمجادهم على حطام الآخرين. والإسلام جاء بالمساواة، وأي إصلاح بيأتي بالعدل، من ركائز الإصلاح الذي يأتي بها الأنبياء والمصلحين العدالة والمساواة وإنصاف الناس بعضهم من بعض وتكافؤ الفرص، وكل واحد يأخذ حقه، وده يتعارض تماما مع أصحاب المنافع، جماعة اللي هم المجرمين في كل زمان، أكابر المجرمين كده مشيش معاهم. ده هو عايش على إنه هو اللي صاحب فلان وحبيب الباشا، وبيديله الأرض بمليون، بيديها له بنص جنيه المتر، وبيكسب من وراها ملايين، والناس تضرب دماغها في الحيط. الله، واحنا زي بعض ولا إيه؟ جاب لي جاب، احنا فين هم فين الصعاليك دولي؟ هو خلاص حصلت؟ هم عايشين على النظام دوت. فلما يجي واحد يقول له راسك براسي وكلكم سواسية وهنغير الميزان، انت معاك فلوس كتير ما يلزموش، انت راجل من اصحاب الجاه ورئيس ما يلزمناش، احنا هنعمل نظام جديد، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله، انا كنت رقم واحد في الفلوس، رقم واحد في الجاه، بس انا في العباده رقم صفر، مش واخد اي رقم كده، بسرعه بقيت تحت وبقى غيري فوق على جثتي. ده يحصل؟ مش هيحصل طبعا الكلام ده خالص. وهكذا دايما اللي يقف عقبات في طريق الاصلاح دائما اصحاب المصالح الخاصه الضيقه العفنه، هم اللي مش عايزين حاجه تحصل. الذي يمانع ان تنضبط احوال البلاد ثله الفاسدين. جماعه اللي عارفين لو ان الحاله انصلح سيلتفت اليهم الجميع وياخذوا حقهم منهم. جماعه اللي نهبوا البلد ومعاهم المليارات المملياره وبنوا امجادهم على جثث ودماء الفقراء وعندهم من المخالفات ما يدخلهم السجن 100 عام، مش 25 سنه تأبيد ولا بتاع، او يعني يحول بهم للقتل. دول عارفين كويس جدا، وهم كثر واصحاب نفوذ، عارفين كويس لو ان البلد حالها استقر وانصلح واخذت العداله مجراها على الجميع، اول ناس هيجوا تعالى بقى انت فين يا عم الحاج من زمان؟ من اين لك كل هذا؟ ابرز بقى لنا حججك. فيطلع بقى سارق هنا واخد دي بالنصب ودي بالاحتيال ودي بالبلطجه ودي، فما عندوش مانع يصرف نص فلوسه وهي كثير على الا يستقر الحال ابدا وتظل الدنيا فوضى. طول ما هي فوضى ما حدش ياخد باله منه، احنا في الهيصه في الزحمه مع بعض عايشين. لو الناس ركزت وصحيوا من النوم انا اول واحد هضيع، فمش هضيع ومش واحد بقى، ده دي اصناف كثيره جدا تنخر في كل مكان من اماكن الدنيا والبلد، غير بقى الاشكال الخارجي والمصايب اللي هي مصالح فليس لها من دون الله كاشف. فبيقولوا لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. عشان كده لما تلاقي واحد جاي بيعمل دعوه اصلاحيه والناس كلها بتسقف له وكله مبسوط منه وبيكرم في الكونجرس وبيعملوا له مش عارف حفله في بريطانيا وكامبريدج بتحتفل بيه بتديه دكتوراه فخريه مش عارف ايه، اعلم انه على غير الجاده، ده ماشي غلط قطعا، مش ممكن، لا يستقيم، مش ممكن يكون جاي بخير الإسلام ويرضى عنه الكفار، يستحيل يستحيل. قال الله تعالى وهل هناك أصدق من الله؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللي يقدم بس خدمات لأعداء الله هذا الذي يرضى عنه عندهم. ناس دي مش ناس لا بتجامل في الحقيقة يعني،
ولا تعرف المداهنة التي عندنا ولا ترضى الدنية في دينها. واضحين؟ فمش ممكن يثنوا على واحد يصنع خيرا لأمته أبدا، إنما يثنون على من يصنع خيرا لهم على حساب أمته. وبص كده في قوائم الجماعة ممن يكرمون وترى الخارج يحتفل بهم، ستراهم مطعونا عليهم جميعا في دينهم أو في وطنيتهم أو في أمانتهم بلا استثناء. لا أعرفه في هذا استثناء، خد بالك، هو مش عنده حاجة تدفعه لهذا. يعني ترى مثلا أي حد يسعى لعزة الأمة يصنف فورا إرهاب، أي حد يسعى لأن يصير الإسلام دولة ودين ويعود له مجده يتحط في خانة اليك، لا، منظمة إرهابية. طب أي حد يداهن ويجامل ويروح يقدم مصالح ويعمل على الونجين والكلام دوت، لا، ده يقولك راجل متنور، راجل بيفهم ومخه واسع وبيدعم التعايش بين حضارات، وراجل حضاري ومش متعصب لدينه ومش متعصب لقرآنه ومش متعصب لأمته. احنا عايزين الأشكال دي. طب انتوا عندكم من ده؟ عندكم ناس كده تتعصب يعني تتبيع ولاءها وتكونوا ضد دينها والحاجات دي تبقوا تحترموهم عندكم؟ لا، عندنا ماشي منطق أي عدو، خد بالك. فيستحيل تلاقي واحد مرضي عنه من الدوائر الغربية وهو عظيم في أمته يخدم أمته فعلا، لا، ما حصلتش خالص ولن تحدث، بل المعهود عكس ذلك. تراهم يشوهون صور عظمائنا ويضخمون ويعظمون أسافل عندنا، ناس أسافل لهمش قيمة في أمتهم، ما فعلوش حاجة للإسلام ولا الدين ولا الأمة ولا الوطن ولا الحاجة خالص، يعظمونهم جدا ويصنعون لهم صور ضخمة في الإعلام. عادة ترى يتكلمون عن الفاتحين على أنهم غزاة، فاتحين الكبار الصحابة والتابعين والأئمة القواد الكبار المسلمين على أنهم غزاة وأنهم وحشيون وأنهم دمروا وفعلوا واستعمروا. وعلى الفلاسفة اللي خرجوا عندنا من الدين، بعض الناس عندنا من الفلاسفة مرقوا من الدين، ابن سينا، الفارابي، الناس دي كلها، هؤلاء خرجوا من الدين أصلا لأنهم انقلبوا على الإسلام وأيدوا القول بقدم العالم وحدوث الصانع والنبوة بالاكتساب وكلام. فترى الغرب يحتفل بهم جدا ويصنع المراكز البحثية على أسمائهم ويطبع كتبهم منذ 300 عام ويشير لهم بالبنان، وهؤلاء هم رمز النهضة في المسلمين لأنهم دمروا إسلامه، لم يأخذ الإسلام منهم خيرا قط الناس دي خالص. يحتفل به أبو الفرج الأصبهاني الذي يدعو للفجور وكتبه تمتلئ بالغث الرديء من الحكايات التي تنشر الفحشاء بين الناس وتسهل لهم ورود المعاصي، يطبع كتابه في أوروبا منذ 200-300 سنة، لكن غيره لا. فالأمر ينبغي أن يكون واضحا عندنا، لم يأتي رجل، ده المقياس، ده الميزان، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. بقول لو جاء، لو أدركت يومك وحصل وأنا عايش الكلام دوت سترى ماذا سأصنع لك. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، لكن الأمر لم يمهل ورقة فمات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وفتر الوحي فترة ثم عاد بعدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر ذلك في اللقاء القادم، في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.